السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة مطبخ وتدابة نورة. في هذا الفيديو راح نشارك معكم وصفة لطخانش باتيسري بذوق الليمون. بسكوي حيكون اقتصادي وكريمة خفيفة وبنينة. اذا عجبتكم الوصفة تاعنا اليوم البنات، شجعوني بالاشتراك في القناة بالنسبة للاخوات اللي مازال ما اشتركوش، وكذلك الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. نتمنى لكم متابعة طيبة للفيديو. بسم الله. بالنسبة للمكونات، عندي 3 حبات بيض، 5 مغارف كبار تاع حليب، 5 مغارف كبار تاع الزيت، 4 مغارف كبار تاع السكر العادي، مغرفة كبيرة تاع لامايزينا أو نشا. عندي كذلك مبشور حبة تاع قارص. هنا عندي كذلك رشة من خميرة الحلويات اللي تقدروا تستغناو عليها، مراهيش ضرورية. وعندي حوالي 4 مغارف كبار تاع الفارينة باش نحضر هاد البسكوي. بسم الله، نروحو نشوفو طريقة التحضير. بالنسبة لطريقة التحضير، عندي هنايا رايحة نفصل بياض البيض عند صفار البيض هكدا بهاد الطريقة. هنا بالنسبة للبيض من الأفضل يكون بدرجة حرارة الغرفة. بالنسبة لصفار البيض رايحة نضيفلو الحليب. هنا عندي حوالي 5 مغارف كبار تاع الحليب. نزيد عليهم 5 مغارف كبار تاع الزيت. كما راكم تشوفوا هاد البسكوي اقتصادي بالبزاف. بثلاثة حبات بيض رايحين تحضروا بسكوي ولا اروع. تقدروا ديروا به لي طرونش هادو تاع الليمون، تقدروا ديروه بعده ادواق بذوق الفراوله، بعده ادواق كما تحبوا. نزيد عليهم مبشور الليمون، مغرفة كبيرة تاع السكر، رايحة نخلط كل هاد المكونات مع بعضها البعض حتى نتحصل على خليط يكون متجانس هكذا بهاد الطريقة. كما راكم تشوفوا معايا هاوليك الخليط اللي كنت تحصلت عليه. نبدأ نضيف المواد الجافة. هنا عندي مغرفة كبيرة تاع لامايزينا. دايما بالنسبة للمواد الجافة نصفيهم عند الاستعمال هكذا باش لو بيسكوي يجي خفيف ويجي هشيش. ونزيد كذلك الفارينة. هنا عندي 4 مغارف كبار تاع الفارينة. ملعقة تانية. ثالثة. ونزيد المغرفة الرابعة. طريقة تحضير هذا البسكوي بزاف سهلة وبزاف مضمونة وناجح من أول تجربة، صدقيني راح تنجحي فيه. ندخل هذه الفرينة في هذاك الخليط تاع السوائل. نزيد عليهم رشة تاع خميرة الحلويات، دايما كذلك نغربلها. بالنسبة للخميرة تاع الحلويات كما قلت لكم تبقى اختيارية. ندخلها مليح في هذا الخليط ونحط هذا الخليط بجهة. نولي الان بياض البيض، رايحه نضيف له رشه تاع الملح ونبدا نخلط فيه نطلع فيه بالباتور. وهنا كما شفتوا كان قعد لي 3 مغارف كبار تاع السكر، رايحه نضيفهم لهاد البياض البيض على 3 مراحل. نبدا نطلع في هاد البياض البيض لما يشكل لي هذيك لاموس الاولانيه. رايحه نبدا نحط له السكر مغرفه بمغرفه. نحط له المغرفه الاولى، ندخلها مليح في هذاك البياض البيض ونمطوها ويزيد يطلع. نزيد الملعقه الثانيه.
نزيد لهم الغرفة الثالثة، ندخلها مليح في هذاك البياض البيض. كما راكم تشوفوا البياض البيض ديالي راه طلع مليح. نحط منه زوج مغارف كبار تاع البياض البيض، نضيفهم لهذاك الخليط تاع صفار البيض والفارينة. ندخل هذاك بياض البيض في العجينة. كما راكم تشوفوا هنا ما تخافوش، خلطوا عشوائيا، هنا ماهوش رايح يهم. رايح نضيف هاد الخليط البياض البيض هكذا، نحط كامل الكمية تاع العجينة اللي تحصلت عليها. وفي هذه المرحلة خياتي ضروري أنكم تخلطوا من فوق لتحت، خلطوا غير بشوية من فوق لتحت حتى يدخلكم كامل هذاك البياض البيض في هذه العجينة. ورايحين تتحصلوا على عجينة تكون مهوية بالبزاف، حاولوا أنكم ما تكسروش هذاك بياض البيض. هذا هو القوام تاع العجينة اللي حنتحصل عليه. وهنا كنت سخنت الفرن على درجة حرارة 180 درجة، خليته يسخن حوالي 10 دقائق. أما السنيوة اللي حنطيب فيها هاد لو بيسكويت، الأبعاد تاعها 25 سنتيمتر على 30 سنتيمتر، كنت حطيت لها البابي كويسون ولصقته كامل بشوية تاع لاباط هكذا في الأطراف هكذا باش ما يجينينيش كي نكون كي نطيبها. طيب هاد لو بيسكويت نحط لاباط اللي حضرتها في السنيوة، نحاول نسويها كامل في هذيك السنيوة ويكون الارتفاع تاعها كامل كيف كيف. وقبل ما نحطها في الفرن رايح نخبطها حوالي 3 خطرات هكذا على طاولة العمل، ورايح نطيبهم على درجة حرارة 150 درجة لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك حنزيد الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 10 دقائق، ورايح نزيد لها في النهاية درجة حرارة 180 درجة لمدة 10 دقائق. في النهاية كامل حنشعلها من فوق ونخليها تاخد تحميرة خفيفة. بعد ما طاب لو بيسكوي حنخليه باش يبرد. هنايا كنت حضرت لو سيغو والان راح نحضر لاكريم. بالنسبة لاكريم عندي هنايا نص كاس تاع عصير الليمون، لاباط اغوم تاع لو سيترون، هنا حتعطيني الذوق واللون. عندي ربع مغارف كبار تاع السكر العادي حتى تقدروا تروحوا لخمس مغارف كبار. عندي زوج مغارف كبار تاع لا ماركارين، وعندي كذلك زوج حبات تاع بيض. بالنسبة لطريقة التحضير هاد لاكريم، هنا في كاسونة حطيت زوج حبات بيض يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، نزيد لهم حوالي 4 إلى 5 مغارف كبار تاع السكر، يبقى هذا على حساب الرغبة ديالكم وعلى حساب كمية السكر اللي حبيتوا تحطوها. هنا عندي نص كاس تاع عصير الليمون اللي كنت صفيته، نخلط هاد المكونات مع بعضها البعض مليح هكذا حتى تتجانس كل المكونات، يبدا يذوب هذاك السكر وهذاك البيض رايح يتخلط مع هذاك العصير. في هذه الاثناء رايح نحط الخليط هذا فوق النار على درجه حراره متوسطه، ونقعد نحرك فيه حتى يتقال هذا الخليط كما راكم تشوفوا معايا، ورايح نتحصل على هذه الكريمه. بعد ما يعقد الخليط نحيه من الفرن، ورايح نضيف مباشره زوج مغارف كبار تاع لاماركارين تكون بدرجه حراره الغرفه. نحاول نخلط مليح هذيك لامارغارين وندوبها حتذوب بدرجة حرارة الكريمة هكذا بهذه الطريقة حتى تذوب كامل. في النهاية كامل رايح نتحصل على هذه الكريمة، راح نضيف لها لاباط اغوم سيترون. هنا هاد بالنسبة لاباط اغوم رايحة تعطيني اللون وكذلك الذوق، ما تحطوش كمية كبيرة. بالنسبة لهاد لاباط اغوم تبقى على حساب الرغبة ديالكم، تقدروا تضيفوها وإذا ما كانتش عندكم تقدروا تستغناو عليها. في الأخر كامل رايح نصفي هاد لاكريم بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا معايا، نجيب صفاية هكذا نصفيها مليح. في النهاية رايح نتحصل على هاد الكريمة كما راكم تشوفوا معايا، كريمة ولا أروع. رايح نخليها تبرد شوية، نحطها بجهة. بالنسبه للبسكوي هنا كان طاب وخليته برد، رايح انسيغو اللي كنت حطيت فيه كيلة تاع السكر مع زوج كيلة تاع الماء خليته فوق النار حتى عقد شويه، خليته حتى برد كامل. بعد ذلك كما راكم تشوفوا البسكوي قسمته على زوج، وراني نشرب فيه في الطبقه السفليه. بالنسبه للطبقه السفليه ما تشربوهاش بزاف،
وهنا راني نضيف كريمه لاشونتي. بالنسبه لاشونتي هنا كنت حضرتها، حطيت كاس تاع لابودغ شونتي، ضفت له كاس غير ربع تاع الماء وطلعته مليح بالباتور حتى تحصلت على هاد الكريمه. نسوي مليح السطح، نضيف الطبقه الثانيه او الجزء المتبقي تاع البسكوي ونحاول نسقم الاطراف هكذا مليح ونضغط عليه شويه من الفوق باش نخرج كامل هذاك السائل تاع لا كريم شانتيي. بالنسبه للطبقه الثانيه نزيد نشربها. بالنسبه للتشرب تاع هذا البسكوي يبقى على حساب الرغبه ديالكم. نزيد الطبقه تاع لا شانتيي. في هذه المرحله يحسوي كامل الاطراف والجوانب. في هذه المرحله تقدروا تدخلوا لو بسكويت تاعكم تحطوه في الفريجيدار يبرد لكم شويه او في المجمد حوالي 5 الى 10 دقائق. بعد ذلك رايحين نضيفوا له هذه الكريمه تاع كريمه الليمون هكذا باش تجيكم هذه المرحله سهله. نسوي مليح السطح ونحي كامل هاد الاطراف ونبدا نقسم في هاد لو بيسكوي على شكل دي ترونش. تقدروا كذلك تقسموا على شكل كاري، هذا يبقى على حساب الرغبه ديالكم. اما بالنسبه لي طريقه التزيين تبقى على حساب الرغبه ديالكم. انا هنا كنت حطيت كميه تاع لا كريم شونتي اللي قعدت لي حطيتها في لابوشادوي ودرتها كادي غوزاس وشبحتها بلي ترونش تاع القارص. بهذه الطريقه التزيين حيكون تزيين بسيط. في النهايه لي ترونش اللي كنت حضرتهم بذوق الليمون هام لك قدامكم، شوفوا كيفاش يجوا. ستقو يجوا كل باتيسي ولا اروع، جربوهم البنات فرحوا بهم العائله تاعكم. لمحبي وعشاق الليمون رايحين فريم، نقول لكم في النهايه شجعوني بلايك وكذلك تعليق، بارطاجيو لا فيديو مع احبابكم واصدقائكم. نقول لكم الى اللقاء.